ينضم إلينا من القدس من حيفا إيهاب جبارين الباحث في الشأن الإسرائيلي. سيد إيهاب، لماذا لم توافق إسرائيل على دخول المساعدات حتى هذه اللحظة؟ نعم، تحياتي، مساء الخير. بدون أن شك أن كل هذه العملية هنالك مطلب أول بالنسبة إليها، ألا وهي أن تحاول أن تعيد هيبة الردع بالنسبة لإسرائيل أمام الشارع الإسرائيلي قبل أي شيء آخر. وباعتقادي أن هنالك أصوات في داخل إسرائيل يعني التي تنادي، وقامت ليس فقط بشيطنة عن عناصر حماس بل بشيطنة كل مواطني غزة، بحجة أنهم كانوا إما يعلمون أو أقرباء أو كل الحجج التي كان ممكن أن تلقيها، يعني كان لديهم ذريعة. عادة إسرائيل تعرف كيف يعني تحاول أن تقنع نفسها بالروايات، وحتى إن كانت مضللة وهي تعرف أنها مضللة. فبالتالي نعم، هذا هي بطبيعة الحال، هي لا تريد يعني هذه القضية، قضية الإمدادات والمعونات الإنسانية، ترى بها أنها أن تقوم بها إسرائيل بدون أي مردود، وتحديدا هنا النقطة، نقطة المردود، هي بحاجة لصورة نصر. حتى هذه اللحظة إسرائيل لم تعد هيبة الردع، لأنها لم تجربها أصلا على أرض الواقع، بل هنالك ما زالت المناورات والرد بالندية ما زال قائما. والنقطة الثانية كذلك التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار بدون أدنى شك، أن ما زالت إسرائيل لا تملك أي ورقة. يعني إسرائيل كانت تحاول أن تقوم من كل هذا العرض العسكري أن تخضع حماس، وأن تحاول أن تصل إلى مقايضة ما بين الأمور الإنسانية. ولاحظ هنا، هذه نقطة مهمة جدا، حماس أرادت أسرى مقابل أسرى، إسرائيل تريد أن تصل إلى نقطة أمور إنسانية مقابل الأسرى. حتى هذه اللحظة حماس تقريبا لم يعني توضح الصورة الحقيقية. إسرائيل ما زالت تحاول أن تستكمل الصورة من استخباراتها ومن قدراتها الاستخبارية، وواضح أنها يعني لديها الكثير من الأمور لكي تستكملها. فبالتالي بالنسبة لإسرائيل الصورة معقدة حقا، ولهذا السبب هي لا تريد أن تذهب إلى هذا المنأى وتفقد ورقة أخرى من ورقات التي ممكن أن تضغط على حماس في مثل هذا المسعى. هنالك ضغوطات، لكن من جانب أخرى هنالك ضغوطات من المجتمع الدولي الذي أعطى الصقل الشك على بياض لإسرائيل لأن تقوم ما تقوم به الآن. هي بحاجة، لأن هذا المجتمع الدولي بحاجة لكي يقوم موازنة. كذلك من داخل إسرائيل هنالك أصوات يسارية التي تريد كذلك الموازنة، بالتالي ما بين حجم الضربات وما بين المسار الإنساني، يعني مقابل هذا اليمين هنالك الجانب اليساري. فبالتالي هنالك نوع من هذه الفوضى، وباعتقادي أنها بدون يعني حتى إن وصلت إلى هذه المعادلة إسرائيل سوف تحاول التعتيم عليها، وسوف تحاول العمل على ألا يكون لديها ذلك الزخم الإعلامي كي لا تحصل حماس على صورة نصر بمفهوم إسرائيلي. يعني 14 يوما وإسرائيل تواصل الضربات في غزة في البنى التحتية وفي المساكن وفي المدنيين، ولكن هذه العمليات جرت في جولات سابقة. وتحدث سيد إيهاب بأنه لا يوجد نصر حقيقي حققته إسرائيل حتى الآن، هل كانت تبالغ إسرائيل في قوتها خلال كل السنوات السابقة واقتنع الكثيرون بذلك؟ هذا هو الامتحان الحقيقي بالنسبة لإسرائيل. يعني احد اهم محاور النقد، يعني وان كان هنالك صوره بان الدعم الامريكي وبايدن وزياره بايدن وما الى ذلك في داخل اسرائيل، بنيامين نتنياهو اخذ علامه راسل بهذا المضمون، بالمضمون الامني، وكان يعني هي صوره حتى له ولمصوتيه بان يقوم رئيس الولايات المتحده بان ياتي ليدعمه، هي صوره فشل وخذلان بكل معنى الكلمه. بالتالي هنالك بعض الانتقادات الحقيقية لبنيامين نتنياهو، طالما تكلمنا عنها إن كان عبر شاشتكم، بأن بنيامين نتنياهو حاول أن يحافظ على ما يسمى بالتوتر المتواتر، ألا يكون هنالك أي تصعيد. بالمقابل هو حاول أن يقوم بأمرين، تقزيم القضية الفلسطينية من جهة، أو بكلمات أخرى السير مسرعا نحو الدولة، حل الدولة الواحدة وليس الدولتين، ومن نقطة أخرى هو حاول أن يسعى بالمقابل إلى مركزة إسرائيل في داخل الشرق الأوسط، ولكي يحصل ذلك هو بحاجة لهدوء. هو لا يعني مثل هذه الأمور، مثل هذا التصعيد الذي نراه اليوم، ومثل يعني الاحتجاجات التي نراها في العواصم العربية، بدون أدنى شك هي ضربة قاضية لكل مسار التطبيع الذي سار فيه بنيامين نتنياهو. فبالتالي من هذا المضمون
ومن هذا المضمار هو لم يحاول، لنقل ذلك بكلمات، هذه يعني أحد أهم الأمور التي تشار إليه، لم يحاول أن يجرب قدرات إسرائيل العسكرية على الأقل في 14 عام الأخير، بل وهذه نقطة مهمة جدا، وباعتقادي كذلك الولايات المتحدة صاروا على أن يعني على السمعة بكلمات جدا بسيطة، على الاسم، على المونيتين الذي حافظ عليه على مدار السنوات، وبالتالي قبضاء الحارة، وهذا الذي حصل في 7 أكتوبر، قبضاء الحارة الماتشو في 7 أكتوبر تلقى ضربة قاضية، هذه الضربة ممكن أن تحوله من القبضاء إلى ملطشة الحارة، وهذا هو هنا تحديدا، هذه بكلمات جدا بسيطة، على هذا تحديدا إسرائيل تصارع الآن على الحفاظ، على المونيتين، حتى وإن كانت تريد كل هذا العتاد العسكري، حتى وإن كانت تريد كل هذا العرض العسكري الكبير، المهم بالنسبة إليها الآن هي أن لا تفشل بهذا المضمار. دخول غزة بريا، هل هو قرار سياسي أم عسكري؟ يعني لو أردنا التحدث هنا، يعني يجب الربط ما بين الاثنين، يعني في نهاية المطاف حتى المسار العسكري كان لا بد منه، لأنه في نهاية المطاف هنالك رهائن، وإذا إسرائيل أرادت أن تذهب بالمسار السياسي في ذلك العرض والزخم العرض العسكري الكبير، فبالتالي لا بد إلا من أن تصل إلى نقطة معينة، حيث إذا لم تخضع حماس بالمقابل وتطلب المفاوضات أو هدنة معينة مقابل الأسرى، فلا بد إلا وأن تجرب كذلك قدراتها بريا، هذا من الجانب السياسي. بالجانب العسكري كذلك يجب أن نأخذ بعين الاعتبار إعادة هيبة الردع لهذه المؤسسة، هي ليس فقط بما يسمى بالنخب والوحدات الخاصة، بل على أرض الواقع هي بحاجة لأن تختبر قدرات سلاح المشاة، لأن هيبة الردع في نهاية المطاف أو الحروب على أقل تقدير من يقودها هو سلاح المشاة وليس سلاح الجو أو نخبات الكوماندو أو أي من ذلك، فبالتالي لابد إلا وأن تختبر قدراتها الحقيقية أمام الطرف الآخر باقتحام كهذا أو كآخر. هنالك عدة سيناريوهات في نهاية المطاف، وأظن أن كل هذا المسار وكل هذا الاختلاف كان على السيناريوهات، لأنه واضح جدا أنه سوف يكون هنالك خسائر إن كان بالأرواح وإن كان بالأسرى، وبالتالي يعني هنالك مغامرة إن شئنا أن نقول بهذا المسار، لأن هي بحاجة أن تعيد هيبة الردع، ولكن في داخل هذا المسار يمكن نعم، أن تمس به ولكن حرفيا، سيد إيهاب، يعني فكرة وقف وتحديدا لأن المعركة غير واردة بالنسبة لإسرائيل. عفوا فكرة وقف القتال غير واردة بالنسبة صحيح لإسرائيل. صحيح، وهذه هي النقطة، لأنه فكرة وقفها هي غير واردة قبل أن تنجز على الأقل 2 من 3، وهنا هنالك 3 أهداف، الهدف الأول بطبيعة الحال هو إعادة الأسرى، الهدف الثاني هو يعني طي يد حماس وإعطائه ضربة موجعة، والهدف الثالث هو محاولة إعادة يعني تبديل الحكم في داخل القطاع إلى حكم يمكن أن يكون يعني أقل، نقول أقل مساومة مع إسرائيل من حركة حماس. في حين أن هناك من يتحدث داخل إسرائيل على من يمكن أن يتولى القطاع إذا قامت إسرائيل بذلك، وهو نقطة خلافية أيضا. صحيح بدون أدنى شك، يعني هنالك محورين اثنين بالبداية، هنالك توجهات اثنين في داخل إسرائيل حول هذه النقطة. التوجه الأول هو إعادة احتلال بكل معنى الكلمة أو بكلمات أخرى أن تكون يعني أن تكون القطاع يضم إلى مناطق سي حرفيا بكل معنى مال الكلمة من معنى، أو بيع وأقل تقدير يتعامل معه هو كأنه مناطق بي. الحل الثاني او الطرف الثاني، وليس الحل الثاني، هذا الطرف الاول، الطرف الثاني هو ان يحكم القطاع يعني مجموعه من المجتمع الدولي يكون مصادق عليها، موافقه من قبل اسرائيل وما دون ذلك، يعني هنالك الكثير من الخيارات ما دون ذلك، طبعا الكل وارد، الكل مطروح على الطاوله، وهنا يجب ان نتذكر اذا طالت هذه المعركه حكومات اسرائيل سوف تتبدل، وبالتالي القرارات سوف تتبدل وفقا للحكومات التي سوف تكون. سيد إيهاب جبارين الباحث في الشأن الإسرائيلي، كنت معنا من حيفا، شكرا لك.